بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، القرآن الكريم كتاب الله عز وجل، وهو الوحي الخالص والحق المطلق، وما بقي حق موصوف بهذا الوصف في هذا الكون إلا القرآن الكريم. وهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على خاتم الرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون كتاب الهدى والحق والنور والفرقان. والله عز وجل سمى القرآن بأسماء كثيرة في القرآن، ووصفه بأوصاف كثيرة، من العلماء من عد تلك الأسماء ب55 اسما للقرآن الكريم، فمن أسمائه القرآن والفرقان والنبأ العظيم، فهذه من أسماء القرآن. ومن أوصافه أنه كتاب مبين وحكيم وعزيز، وهذه من الأوصاف التي وردت في كتاب ربنا عز وجل عن هذا القرآن العظيم. وهذا الكتاب الذي رسالته الهدى أنزله الله عز وجل ليخرج به خير أمة أخرجت للناس، ويخرج به الأمة المثال التي فضلها الله سبحانه وتعالى وقدمها على سائر الأمم. وهذا الكتاب العظيم القرآن الذي به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادياً، وكان له ذاك الأثر في الناس وفي تاريخ الأرض. وهذا الكتاب العظيم به كانت هذه الأمة شاهدة على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذا الكتاب هو الذي وضع هذه الأمة في هذا الموضع العلي الرفيع، الشهادة على الناس. ولن تكون هذه الأمة محققة لهذه المكانة العلية حتى تكون مهتدية بالقرآن، عاملة بهذا الكتاب، متبعة لما جاء فيه من الهدى والنور، وهي مهمة عظيمة ومكانة عالية لمن وفق للقيام بها.
وهذا يجعلنا ندرك عظم المسؤولية التي أنيطت بهذه الأمة الخاتمة، أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يستشعر كل مسلم وأن يستشعر أهل الإسلام بمجموعهم أنهم كلفوا بهذه المهمة العظيمة، فعلى الإنسان أن يتذكر ذلك ويتذكر هذه الأمانة وهذه المسؤولية حين يدرك أنه مطالب على وجه الإلزام أن يهتدي بالقرآن، ومن لم يهتدي بالقرآن فهو الضال، وأن يتبع الحق والحق في القرآن وليس بعد الحق إلا الضلال، وأن تدرك الأمة أنها مطالبة بأن تقوم بهذا الحق في ذاتها حين تقدم للبشرية النموذج الأمثل وخير نموذج خير أمة أخرجت للناس، فتكون صالحة في ذاتها، ثم أن تستشعر المسؤولية نحو عموم البشر بأن تستشعر أن من لم يقبل هدى القرآن فهي مطالبة بأن تدعوه إلى هذا الهدى، وأن تبين له هذا الهدى، وأن تقيم عليه الحجة في هذا الأمر العظيم. وهذا مطلب جليل كبير كلفت به هذه الأمة الخاتمة، لأنها هي الأمة الشاهدة على الناس جميعا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على هذه الأمة، فهو قد تلقى رسالات ربه وعمل بما جاء في وحي خالقه جل جلاله، فكان على الصراط المستقيم، وكان النموذج والقدوة والأسوة الحسنة لهذه الأمة بشهادة رب السماوات والأرض، فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتمثل فيه تطبيق هذا الوحي، فكان خلقه القرآن، وأيضا قام بحق البلاغ والبيان، وقام بحق التربية على هذا الوحي وهذا الهدى وهذا الكتاب، فأوجد للناس النموذج متمثلا في تلك الأمة المباركة الخيرة من أصحابه رضوان الله عليهم، فكان نموذج الصحابة الذين أعلن الله عز وجل رضاه عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا هو كان القدوة والأسوة بنص القرآن، وهو بلغ كما أمره الله عز وجل، وهو ربى وأخرج ذاك النموذج الذي تمثل في أصحابه رضوان الله عليهم ليكونوا منارة هدى للناس إلى يوم القيامة. ثم سلم أمته هذه الوديعة وهذه الأمانة، هذا الكتاب وتلك السنة المطهرة والسيرة المشرفة وهدى الخلفاء الراشدين واستقامة أصحابه البررة رضوان الله عليهم، فتسلمت الأمة هذه الأمانة وهي مطالبة بأن تتبع أثرها وأن تسير وفق الطريق الذي
سارت فيه. وهكذا في كل مراحل هذه الأمة فهذا هو المعيار. ما هو المعيار؟ هو نموذج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فكل مرحلة من مراحل الأمة بعد ذلك إنما تقوم على ذاك النموذج، فما وافق النموذج قبل وما خالفه رد لو كان ممن كان. وفي كل حاضر للأمة فالمعيار لها هو ذاك النموذج المرضي عنه في القرآن، ما كان موافقا له فينبغي أن يبقى، وما كان مخالفا له فلا بد أن يعالج. وإذا أراد الناس في أي مرحلة من مراحل الأمة أن يضعوا لهم هدفا وقمة يسعون إليها فلا بد أن يكون معيار ذلك هو النموذج. فإن كان الهدف وفق ذاك النموذج المرضي عنه فالهدف صحيح والغاية نبيلة مرضية عند الله، وإلا فلا. فهذا الأمر قد حسم، والله عز وجل قد حكم بذلك في كتابه الكريم بأن الأسوة في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن سار على منهاجه وهديه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الهدى الذي هو القرآن أعظم ما يكون الانتفاع به في ثلاثة أمور، في ثلاثة أمور يكون الانتفاع بهدى القرآن. الأمر الأول أن يكون الانتفاع به على مستوى التفكير، على مستوى إصلاح العقل، إصلاح القلب، حيث تلك القوة وتلك الآية المبهرة التي أظهرها الله للوجود عقل الإنسان الذي ميزه عن البهائم والعجماوات. فأعظم ما يكون الانتفاع بهدى القرآن عندما يستقيم هذا القلب ويكون سليماً مهتدياً بهدى القرآن، فعندها يتحقق أساس الانتفاع بهدى القرآن عندما يحمل الإنسان قلباً سليماً، لأنه صار سليماً عندما خضع لهذا الكتاب وعندما تلقى إدراكه وعلمه ومعرفته من هذا الكتاب، فأصبح ذاك القلب سليماً. فهذا الجانب الأهم في الانتفاع من هذا الكتاب عندما يكون تأثيره على عقلك، على عقلك حيث بيت أفكارك، حيث الميزان الذي تزن به الأمور، حيث النور الذي ترى به حقيقة الأشياء. فعندما يكون القلب مهتدياً بهدى القرآن فهنا يتفق نور البصر والبصيرة. وهذا الجانب الأول وأعظم ما يكون الانتفاع بالقرآن، الانتفاع في هذا الأمر عندما يكون الاهتداء على مستوى التفكير. الجانب الثاني في جانب الانتفاع بهدى القرآن عندما يكون الانتفاع بهدى القرآن على مستوى التعبير. ما هو الأمر الذي يدل على ما في قلبك وعلى ما تحمل من أفكار وعلى ما في عمق نفسك من تصورات وأخلاق ومبادئ وقيم وعقائد؟ إن الدلالة على ذلك إنما تكون بالتعبير بالقول. فأعظم ما يكون الانتفاع بهدى القرآن عندما يكون انتفاعاً في التعبير. ولذلك قال الله عز وجل: وَقُلْ لِعِبَادِي
يقول التي هي أحسن. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته فليقل خيرا أو ليصمت، وعندما أوصى معاذ رضي الله عنه قال احفظ عليك هذا وهذا وأشار إلى لسانه وفرجه، فقال معاذ يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلذلك أعظم ما يكون الانتفاع بهدى القرآن بعد إصلاح التفكير هو إصلاح التعبير. ولذلك لسان المؤمن مصفاة لما خبث من الأقوال، فإن الإنسان يسمع بأذنيه ويسمع من الحق والباطل، ولكن لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالحق. فإذن أثر هدى القرآن يظهر في هذا الأمر، وهو في قضية التعبير. أما الأمر الثالث الذي يكون فيه الانتفاع بهدى القرآن فهو الهدى في التدبير، في إدارة حياة هذا الإنسان على مستواه الشخصي، وفي إدارة من تحت ولايته، وكل بحسب ما هو فيه من مسؤوليته. فأعظم ما يكون الانتفاع بالقرآن في جانب التدبير، عندما يدرك هذا الإنسان أن كتاب الله عز وجل ما فرط الله فيه من شيء، وأن الله عز وجل أنزل فيه من المحكمات التي تضبط تصرفاتك يا ابن آدم على مستوى حركتك الفردية أو على مستوى علاقاتك مع من حولك فإذا أدرك الإنسان ذلك فالتدبير هو أن تضبط كل ذلك وفق هدى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه ثلاثة أمور يتحقق بها الانتفاع بهدى القرآن. إذا الانتفاع به على مستوى التفكير أمر متعلق بالباطن العقل والنفس، ثم على مستوى التعبير في القول، ثم على مستوى التدبير فيما يتعلق بأفعالك وأعمالك. فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله عز وجل ليقوم مع الناس بهذا الإصلاح العظيم، وعندها يكون الإنسان منقاداً لأمر ربه عز وجل مهتدياً بهدى هذا الكتاب العظيم. نقول هذا الأمر ونحن في أوائل ومقدمات سورة آل عمران التي ذكرنا في درسنا الماضي عن ارتباط هذه السورة بما قبلها، وهي سورة الفاتحة ثم سورة البقرة، وبما بعدها وهو سورة النساء. وقلنا أن من أجود ما قيل في الربط بين هذه السور ونظمها وفق معنى يتسلسل فيه ترتيب الفكر، فإن سورة الفاتحة ذكر الله عز وجل فيه أمر الدين على صورة الإجمال، فلذلك ذكرت فيه قضايا التوحيد بأنواعه الثلاثة، وذكر فيه أمر العبادة الذي هو غاية الوجود، وذكر فيه الطريق لتحقيق ذلك وهو الهدى ومصدر الهدى، وذكر فيه قضية المفارقة للطريق المقابل للهدى.
فكانت سورة الفاتحة أجمل فيها أمر الدين كله. ولما كان لب سورة الفاتحة طلب الهدى، لأن الإنسان بدون الهدى سيكون ضالاً، وأن الهدى الأساس فيه توفيق من الله، فلذلك احتاج إلى الدعاء والطلب من الله عز وجل واستشعار الحاجة والافتقار إلى الله عز وجل لطلب الهدى. فالله عز وجل هو الهادي، وهداية التوفيق بيديه جل جلاله، لأنه هو الذي قال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم إمام الهداة، قال له: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فلما كان الأصل في هذا الهدى أنه هدى التوفيق، فكان الحصول على ذلك بهذا الافتقار الذي يقوم في قلب العبد الذي يدرك أن له ربًا، وأن هذا الرب العظيم هو الهادي، ولكنه هو الفتاح وهو المعين وهو المجيب، فلذلك طلب من ربه الهدى. ثم أن هذا الهادي سبحانه وتعالى جعل للوصول إلى هداه طريقًا ووسيلةً، لأنه قال جل جلاله: فإما يأتينكم مني هدى. فما هو هذا الهدى الذي يأتينا من عند الله؟ فجاء الجواب مباشرة بعد طلب الدعاء، وكان ذلك في صدر سورة البقرة، فكانت سورة البقرة قضيتها الأساس قضية الكتاب الهدى، ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طلبتم الهدى فهذا هو الطريق للوصول إلى هدى الله، الكتاب الهدى. وهذا الهدى الذي جاءنا من عند الله قضيته الأساس الرئيسة هو التوحيد، فلذلك كانت سورة آل عمران قضيتها الأساس قضية التوحيد، ولذلك في أولها ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقضية التوحيد والقصد، ثم إخضاع الحياة كلها لهذا المعنى العظيم التوحيد، لأن التوحيد لبه في توحيد الألوهية الذي هو استسلام وانقياد لله عز وجل. ثم جاءت سورة النساء لتكون قضيتها اجتماع الناس على هذا التوحيد. إذن الدين كله على وجه الإجمال في سورة الفاتحة، ولب هذا الدين الوصول إلى الهدى، وأساس الهدى طلبه من الله، ثم اتباع الطريق الذي جعله الله عز وجل موصلاً إلى هدى، وأساس الطريق الموصل إلى هدى هو الكتاب، ويتبع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الكتاب، فكان مهتدياً بهدى الكتاب، وكان هادياً بهذا الكتاب الهدى. ثم قضية التوحيد التي هي الأساس الذي يقوم والمعلم الرئيس لهذا الهدى الذي جاءنا من عند الله في هذا الكتاب هو التوحيد، فلذلك كان الزمام في سورة آل عمران قضية الحي القيوم. وأعظم ما
يجعل الإنسان منقادا لله مستسلما لأمره ما تضمنه هذا الاسم الأعظم الحي القيوم الذي يعطي الدلالة على أن من أمرنا بعبادته وعدم الإشراك به فهو الحي القيوم الحي دائم الحياة جل جلاله لا تنقطع القائم جل جلاله لا يزول ولا يحول القائم بتدبير خلقه القائم على كل نفس بما كسبت العالم بالأمور كلها فهذا الحي القيوم هو الذي نخضع له بالعبادة وهو الذي نسلم لأمره جل جلاله فإذا هذا هو الزمام لهذه السورة العظيمة سورة آل عمران ثم عرفنا ما ورد من سبب النزول لها من وفد نصارى نجران عندما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه في أمر عيسى عليه السلام وما حصل من رد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم في هذا الأمر وقلنا هذه القضية أخذت جانباً وهو الجانب الأكبر من آيات هذه السورة الكريمة وهي كما قلنا لأن أمر الجدال الذي كان على قضية التوحيد وأن الخضوع لله عز وجل وأنه لا رب خالق إلا الله ولا معبود بحق إلا الله ولا قيوم للسماوات والأرض إلا الله ولا حي لا يزول ولا يحول إلا الله أما عيسى فهو عبد الله ورسوله وليس ابنه وليس إلها فلذلك أخذت آيات آل عمران الأولى في هذا الجانب وبيانه والرد على شبه نصارى نجران ليكون هذا منهجاً في الرد على كل من يحمل هذا الاعتقاد بعد ذلك إلى يوم القيامة ووقفنا عند قول ربنا عز وجل بعد الآية الثانية وهي قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقفنا عند قول الله عز وجل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام نزل عليك الكتاب الله عز وجل يخبر في هذه الآية الكريمة بأنه نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب نزل عليه ونزل كما مر معنا في سورة البقرة تفيد أن هذا الكتاب نزل من علو والنزول من العلو فإنه يعطي هذا النازل من العظمة والهيبة ما يعطيه نزول الأشياء من العلو إلى الأدنى وأيضاً يجعل في النفس الاستعداد للقبول فإن الإنسان يرد الأشياء إذا جاءت ممن هو أدنى منه ويناقش في الأشياء إذا جاءت ممن هو على درجته ومنزلته أما إذا كان هذا الأمر نزل من السماء فلا ينبغي أن يقابل إلا بالسمع والطاعة والقبول والخضوع وأيضاً فيه رد على كفار قريش الذين كانوا يقولون
إنما يعلمه بشر، وأن هذا الكتاب إنما هو من بشر علمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يكذب تلك الدعوة، وأن هذا الكتاب إنما هو تنزيل من عليم حكيم. فالله سبحانه وتعالى نزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نزل عليك الكتاب، نزله عليك، اختصك به، وفي ذلك نكاية لمن حسده على هذه النعمة، وفي ذلك سواء كان الحاسد من كفار قريش كما قلنا من قول أبي جهل، قال: كنا وبنو عبد مناف كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، قال: فقالوا منا نبي فأنى يكون لنا ذلك. فلذلك ما كان الجحود إلا حسدا، وكذلك ما كان من أهل الكتاب إنما هو الحسد، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه. فقوله نزل عليك، نزل عليك، فقال العلماء: عليك، إذن فيه نكاية بمن حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل نزل عليه الكتاب، هذه فائدة. ومن العلماء من قال: نزل عليك الكتاب لبيان المسؤولية التي ستكون عليه، بأنه مكلف بالعمل بما في الكتاب، وأن التكليف عليه أولاً قبل غيره من الناس. نزل عليك الكتاب، الكتاب قال العلماء المقصود بالكتاب القرآن، ولا خلاف بينهم في ذلك، ولكن لما عدل عن الاسم المشهور القرآن وجاء باسم الكتاب؟ قال العلماء: لوجود فوائد في هذا الانتقال. قالوا: إذا كان هناك أمور عدة تسمى باسم واحد، فإذا بني العرف عند الإطلاق لا يقصد من تلك الأمور إلا شيء واحد منها، هل هذا يدل على العناية به ومكانته وشهرته بحيث أنه عند الإطلاق لا يقصد إلا هو، وأما غيره فلا يكون إلا بالتقييد؟ على سبيل المثال لفظة البلد، أليس كلمة البلد تطلق على كل مدينة اجتمع فيها الناس وعمروها وتحضروا فيها فصارت بلدا؟ فإذا قلت البلد فيقول إنسان: أي بلد تقصد؟ لكن القرآن استخدم هذه الكلمة بهذا الإطلاق لتدل على بلد واحد في الدنيا كلها. ما هو هذا البلد؟ مكة، هي التي تستحق هذا الاسم عند الإطلاق، أما غيرها فعند الإطلاق لا ينصرف الذهن إليه. فيكون بهذه الطريقة هذا الاسم المشترك عندما أصبح يستخدم بهذه الكيفية أعطى دلالة عظيمة على ذاك الأمر الذي يختص به عند إطلاق هذا الاسم. فالله عز وجل قال: لا أقسم بهذا البلد. ما المقصود بالبلد؟ مكة بلا خلاف، وذلك تشريف لها. فالكتب السماوية كثيرة، ولكن إذا أطلق الكتاب فلا يراد به إلا القرآن، فيعطي له تميزاً
على سائر الكتب السماوية، حيث أن كل منها كتاب، ولكن إذا أطلق الكتاب فلا يكون المقصود به إلا القرآن. إذا أطلق لفظ الكتاب في القرآن فلا يكون المقصود به إلا القرآن، فهذا تشريف له وتمييز له وتفضيل له على سائر الكتب السماوية، حيث أنها كلها كتب، ولكن عندما يطلق الكتاب لا يكون المقصود به في استخدام القرآن إلا القرآن. أيضاً قال العلماء عدل عن القرآن إلى الكتاب وجاء باسم الكتاب هو إشارة على قضية العلم وقضية الكتابة وقضية حفظ هذا الكتاب العظيم القرآن ليكون كتابا، ولن يكون كتابا حتى يكتب، فقالوا إذن فيه فتح باب العلم، قضية عناية الأمة بهذا الكتاب وحفظه، وأن يكون هذا الحفظ مع حفظ الصدر حفظ السطر، ولن يحفظ بالسطر حتى يكتب. نزل عليك الكتاب بالحق، الحق يطلب لذاته، لأن الأساس في إصلاح الإنسان صلاح عقله كما قلنا، وصلاح تفكيره، وصلاح العقل إنما يكون بالعلم، وقيمة العلم أن يكون حقا، قيمة العلم أن يكون حق. فإذا صلاح العقل بماذا؟ بأن يحمل العلم الصحيح، والعلم الصحيح لا يكون صحيحا حتى يكون ماذا؟ حتى يكون حقا. ومن أين نصل إلى العلم الحق الذي هو العلم الصحيح الذي به يصلح العقل، والذي بعد ذلك تصلح الأعمال والأخلاق وفق هذا العلم الصحيح؟ فليس للعلم الحق إلا مصدر واحد هو الحق، فالله عز وجل هو الحق، فالوصول إلى هذا العلم إذن هو الرجوع إلى مصدره، والمصدر هو الحق جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم نزل عليك الكتاب بالحق، ولاحظوا هناك وصف الكتاب بأنه هدى، رسالته الهدى، وهنا قال نزل عليك الكتاب بالحق، أي أنه تضمن الحق، والحق هو الذي يقوم عليه العلم الصحيح، وبالعلم الصحيح يصلح القلب، وبصلاح القلب تصلح الأعمال، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالأعمال صلاحها بصلاح القلوب، والقلوب صلاحها بصلاح العلم، والعلم إنما هو بصحته وحقانيته، والحقانية الوصول إليها من مصدرها الوحيد وهو الوحي، الوحي. فالله عز وجل يقول لرسوله نزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك الكتاب بالحق. طبعاً هذا الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى كيف يصل إليه الإنسان وينتفع به هذا الإنسان؟ هو أن يعود إلى شروط الانتفاع بالقرآن التي نذكر بها ولا ننساها،
الشروط الأربعة في الانتفاع بالقرآن، التي أولها ما هو؟ أن تقرأ وأن تسمع وأن تسمع القرآن، وثانيها أن تتفكر وأن تتدبر في القرآن، وثالثها أن تؤمن وأن تتيقن بحقائق القرآن، ورابعها أن تنقاد وتخضع لآيات القرآن. هذه شروط الانتفاع بهذا الحق، فبقدر ما يكون فيك من هذه الشروط الأربعة بقدر ما تكون منتفعاً بهذا الحق الذي جاء في القرآن، وبقدر ما تتخلف عن واحد من هذه الأربعة بقدر ما يكون القصور في الوصول إلى الحق الذي جاء به القرآن نزل عليك الكتاب بالحق. الباء هنا هل هي سببية بمعنى نزل عليك الكتاب ليكون الحق وليتحقق الحق في الناس وفي الأرض فبسببه يكون هذا الحق، أو أنها للحال أي أن نزل عليك الكتاب محقا أي أنه موصوف هو بهذا الوصف ذات الكتاب؟ فإما أن تكون الباء للسببية أو للحال. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا، التصديق إما أن يكون المراد به بالعدل، وإما أن يكون المقصود به بالصدق، مصدقا لما بين يديه. إذن إما بالعدل، وجانب العدل أيضا ينقسم إلى قسمين، مصدقا لما بين يديه إما أن يكون إذا قلنا بالعدل في شرف الرسالة التي حملت بها، فإذن بالحق. الآن إذا قلنا نزل عليك الكتاب بالحق، فإذا كان بالعدل بمعنى في شرف الرسالة التي كلفك الله عز وجل بها وأنزلك واختصك بها، أو في الحمل المترتب على تلك الرسالة، سواء حمل العبادة الذي ستؤمر به أو حمل البلاغ الذي ستكلف به أو حمل الصبر على الأذى الذي سيأتيك من بعد البلاغ، فإذن هنا كل هذا بالعدل. وإما المعنى الثاني أن يكون بالعدل بمعنى العدل في ما سيخبرك ربك عز وجل في هذا الكتاب عن الأمم السابقة، أو فيما سيخبرك ربك عز وجل عن المجازات للناس في عملهم بهذا الحق، أو بالعدل فيما سيخبرك فيه من الأحكام والتشريعات. إذن بالحق إذا قلنا المعنى بالعدل فينقسم إلى معنيين، المعنى فيما يتعلق في جانب الرسالة، والرسالة في الشرف وفي المسؤولية. فالشرف بالحق أنه بين ماذا أكرمك الله عز وجل بسبب هذه الرسالة، وفي جانب المسؤولية فيما ستتحمل لأجل هذه الرسالة من العبادة ومن البلاغ
ومن الصبر على ما يأتيك من الناس، وكل ذلك سيبين لك بالحق بالعدل. والمعنى الثاني، إذا قلنا الحق بمعنى العدل، فإنه فيما يتعلق بالأخبار التي يخبرك الله عز وجل عنها، عن الأمم السابقة، وعن مجازات العاملين، وعن الأحكام التشريعية التي ينزلها عليه، مصدقاً لما بين يديه. ما بين يديه، ما بين يديه هو الشيء الذي أمامه. وهل الكتب كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبله. فلماذا عبر عنها بين يديه؟ قال العلماء، وهنا لفتة جميلة، قال العلماء: لما كان هذا الكتاب القرآن العظيم جعله الله مهيمنا على جميع الكتب، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله عز وجل من العلم بهذا الكتاب الذي أنزله عليه، كأن تلك الكتب بين يديه قد أحاط بالعلم الذي فيها. واضح؟ بين يديه. إذن بمعنى أنه نزل عليه في الكتاب ما جعل علم تلك الكتب كأنه أمامه وقد أحاط بما فيها، لأن ما في القرآن مهيمن على تلك الكتب. وأما قوله جل جلاله مصدقا لما بين يديه، فهنا ذكر العلماء عدة معاني وكلها صواب، وهو من خلاف التنوع. فقال العلماء: مصدقا بمعنى أنه دال على صدقها، بأن التوراة كتاب أنزله الله عز وجل على موسى، وأن الإنجيل كتاب أنزله الله على عيسى، وأن الزبور كتاب أنزله الله على داود. فيكون القرآن مصدقا بمعنى أنه دال على صدقها، وأنها كتب نزلت على الأنبياء السابقين. فلا نحتاج أن يثبت لنا إنسان على أن التوراة كتاب الله عز وجل أنزله على موسى، فنقول الله في القرآن أخبرنا عن ذلك، فيكون الكتاب مصدقا لذلك. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا مصدقا بمعنى أنه رقيب عليها، ممحص على حقائقها، ممحص لحقائقها. فإذا جاء مدعٍ وقال أن في التوراة أن عيسى ابن الله، قلنا له: كذبت، ليس هذا في التوراة. لماذا؟ لأن في القرآن جاء الإخبار بأن عيسى إنما هو عبد الله ورسوله، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إذن أصبح التصديق ما هو؟ الرقيب عليها، الممحص لحقائقها، الذاب عنها. فيكون هذا من معنى التصديق. أيضا من العلماء من قال مصدقا بمعنى أمين عليها. ما معنى أمين؟ بمعنى أن القرآن الله عز وجل حفظه، فهو محفوظ بحفظ الله إلى يوم القيامة. إذن لا نخشى
أن ينسى الناس أن هناك كتاب اسمه التوراة، ولن ينسى الناس أن هناك كتاب اسمه الإنجيل. لماذا؟ لأنه مذكور في الكتاب المحفوظ، فهذا الكتاب أمين. وأن التوراة فيها هدى والإنجيل فيه هدى، أين وجدنا ذلك؟ في الكتاب الذي وضع فيه هذه الوديعة وهو أمين عليها. فإذا مصدق أمين على تلك الكتب في أسمائها وعلى من نزلت وفي غاياتها ومقاصدها، فكل ذلك القرآن أمين على ذلك. أيضا من العلماء من قال مصدقا أي مقررا على ما جاء فيها من الحق، فإن الله عز وجل ضمن في كتابه أمورا مما وردت في التوراة والإنجيل كحقائق، فيكون إذن معنى مصدقا مقررا لها على ما جاءت به من الحق. فإذن هذا كله من المعاني وكلها معاني صحيحة. فإذا مصدقا دال على صدقها، أيضا معترفا بأنها من عند الله لا من عند البشر، دال ومقرر لما جاء فيها من الحق والحقائق، أنه رقيب عليها ممحص لحقائقها، أنه أمين عليها، فهذا كله من معاني التصديق الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب في مقابل تلك الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وضمنها الهدى، وضمنها الهدى وأنزلها على رسله صلوات الله وسلامه عليه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وعرفنا لما بين يديه فدخل جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما عبر بين يديه؟ قلنا أن العلماء قالوا لما كان القرآن مهيمنا على ما في الكتب السماوية ففيه علم ما في تلك الكتب، ثم عرض تلك الحقائق على أكمل وجه وأتمه، فلذلك من قرأ القرآن أدرك بما في الكتب السماوية السابقة، فلما كان الأمر بهذه الكيفية فلذلك عبر عن السابق بين يديه باعتبار الإحاطة والعلم الشامل بما فيها. لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، أي أن الله عز وجل الذي نزل عليك الكتاب هو الذي نزل التوراة والإنجيل، فالجميع من عند الله عز وجل. ولذلك أقول يا إخوة دائما ينبغي ونحن نقرأ آيات القرآن، فإن الله عز وجل ذكر الكتب السماوية وعظم من شأنها، وذكر الأنبياء وعظم من شأنهم، فالحذر كل الحذر أن نتأثر بما فعل البشر في حق الكتب من التحريف والتغيير، وفي حق الرسل من الإيذاء وعدم التصديق، فيكون لذلك أثر في أن لا نتعامل مع الكتب السماوية بالتبجيل والتقديس والإجلال، أو مع الرسل بالاحترام والتقدير والثناء عليهم. فلذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله أن يهتدي بهداهم فبهداه مقتدي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يتأسى
بما فعل إخوته من الأنبياء، فعندما أوذي على سبيل المثال عندما أوذي يوم حنين وقسم الغنائم وقال ذاك الرجل قال تلك قسمة ما أريد بها وجه الله، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر وقال لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. إذن أيضا عندما آذاه قومه وضربوه وأدموه وسال الدم من وجهه، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء قبله آذاه قومه وشجوه فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فدعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لقومه. فإذن هؤلاء الأنبياء إذن ما فعله الناس في تلك الكتب من التحريف والتغيير لا ينبغي أن يسقط من قلوبنا الهيبة والإجلال والتقديس لتلك الكتب التوراة والإنجيل باعتبارها كتب نزلت من عند الله، وإنما يكون ذلك الأمر بمعنى الانتقاص أو الرد لكتب قد حرفت وهي ليست كتب الله عز وجل. فليس الكتاب الذي حرف هو التوراة، وإن قال أناس بأن هذا هو التوراة فالله عز وجل بين أنها حرفت، إذن ليست هي التوراة، وكذا الإنجيل. وإن قال قوم أن هذا الإنجيل، فإذا علمنا أن القرآن أخبرنا بأنه حرف إذن الانتقاص لكتاب محرف، وأما الإجلال والتقديس لكتاب أخبر الله عز وجل عنه أنه أنزله على نبي ورسول من رسله، فأنزل التوراة على رسول من أولي العزم كليم الله اصطفاه الله واختصه الله بكلامه واختصه بكتابه الذي هو التوراة، وعيسى روح القدس اصطفاه الله واختصه الله بهذا الكتاب الإنجيل. فلذلك يبقى للكتب هذا الإجلال وهذه الهيبة في النفوس، ويبقى للرسل هذه المكانة وهذا الاحترام وهذا التقدير، لأن الله عز وجل أخبرنا عن ذلك. فلذلك يخبر وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. ألسنا نقول أن غاية الغايات للإنسان أن يهتدي، وأن لن يصل الإنسان إلى الهدى حتى يتبع الهدى الذي جاءه من عند الله؟ فكانت التوراة كتاب هدى للناس في زمنها، من اتبعها فهو المهتدي، ومن نقلها للناس في زمنه فهو الهادي. وكان الإنجيل كتاب هدى، من اتبعه فهو المهتدي، ومن دعا به في زمنه فهو الهادي. وهذا إخبار الله، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، هدى للناس. ولكن بنزول هذا القرآن الذي جعله الله عز وجل مهيمنا، ففيه جميع ما في تلك الكتب، فإذن جعله الله عز وجل هو الباقي، وأمر بالعمل به، ونسخ العمل بما سبق من الكتب، فضلا من أن تكون ما بقي محرفا. واضح؟ فإذن هذا مما ينبغي دائما أن نتأدب فيه بأدب القرآن، في عندما نسمع ذكر الكتب السماوية وذكر الأنبياء، وخصوصا الأنبياء الذين بعثوا في أمم ما زالت باقية وهم بنو إسرائيل، فنتعامل مع تلك الكتب والرسل كما أراد الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل وأنزل التوراة والإنجيل. هنا وقف العلماء أيضا بين نزل وأنزل،
فجاء الوصف بنزل للقرآن وأنزل للتوراة والإنجيل. ونزل الفعل مضعف، فهل هناك دلالة؟ وقف العلماء متأملين، فمنهم من قال نزل لأن القرآن نزل منجما ولم ينزل دفعة واحدة، وأما تلك الكتب فنزلت دفعة واحدة، هذا قول لبعض المفسرين. ومنهم من قال ليس هذا الصواب، بل الصواب أن الله عز وجل أراد أن يبين تميز القرآن في كمال الهدى على ما جعل من الهدى في التوراة والإنجيل، بمعنى أنك أكمل الهدى هو ما نزله الله عز وجل في هذا الكتاب. فلبيان هذا التميز والاختصاص والفضل للقرآن فجاء التعبير عنه بالفعل المضاعف، وهناك قال أنزل. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. إذن قضية الهدى هي رسالة الكتب السماوية جميعها، فجميع الكتب مقصودها ورسالتها الهدى. الناس عندما نقول أن الإنسان هو مقصود رسالات السماء، هذا دليله وهذا تأصيله، فالله عز وجل أنزل تلك الكتب والمقصود بها هو هذا الإنسان، ولذلك كل صلاح لا يكون الإنسان أساسه فلن يتحقق الصلاح في هذه الأرض، فهو الأساس وهو الأصل وصلاحه هو الأصل. ولذلك سبحان الله إذا أنزلنا قدر الإنسان وجعلنا العناية بصلاح أشياء الإنسان هو المقصود الأكبر، كم نكون قد ظلمنا هذا الإنسان، وكم نكون جائرين في حق هذا الإنسان. عندما يعتنى بأشياء الإنسان ولا يعتنى بالإنسان، وعندما نجعل أشياء الإنسان تساوي الإنسان، فعندما نجعل الثروات المادية والعناية بها يعادل العناية بالإنسان، الله عز وجل لا يرضى. والقرآن منهجه أن لا يتعامل مع الإنسان بهذه الطريقة. كل ما في الكون مسخر للإنسان، أما الإنسان المكرم فالله عز وجل جعله مورداً لوحيه الكريم. وأيضاً من الإجرام في حق هذا الإنسان عندما يكون هذا الإنسان الذي جعل مورداً لوحي رب السماء طاقته لا يسخرها هذا الإنسان إلا للعبث واللهو، بينما الله عز وجل جعل لتلك الطاقة مورداً عظيماً وهو وحي السماء. فكم يكون الإنسان جنى على نفسه، وكم يكون الإنسان احتقر ذاته وأنزل من قدره وعطل تلك الطاقة العظيمة لتحقق أعظم شيء في هذا الوجود لو كانت مورداً لوحي السماء. فيقول الله عز وجل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. فالإنسان إذن هو الأساس وهو الأصل الذي يقصد بهذا الصلاح. فالكتب كلام الله جل جلاله، وما أنزل من الكتب المقصود بها هذا الإنسان. ثم
غايته أن يتحق أن يحقق الهدى. قال: وأنزل الفرقان. المقصود بالفرقان هنا على الراجح من قول العلماء القرآن، وهو اسم من أسمائه، وورد ذلك 4 مرات في القرآن العظيم، 4 مرات تسمية القرآن بالفرقان، وهذا واحد منها، وأنزل الفرقان. وقيل الفرقان أنه وصف لجميع الكتب السماوية، وهذا قول، ولكن الراجح أن المقصود هنا وأنزل الفرقان أي القرآن. وسمي القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل ولكثرة ما فيه من هذا التفريق، فهو يفرق بين الحق والباطل في العقائد وفي الأحكام وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي طريقة وزن الأشياء وفي طريقة وزن الناس. فالله عز وجل جعل القرآن فرقاناً، فرقاناً، ولذلك من الفرقان هنا من الميزان الله عز وجل في سورة آل عمران سيأتينا أنه يبين أهل الكتاب عندما انحرف عندهم الميزان ظنوا أن الدنيا والأموال والأولاد تنفع أصحابها في الدنيا والآخرة، فجاء الفرقان ليبين أن ذلك لا ينفع الإنسان بين يدي ربه عز وجل إلا إذا كان في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا فرقان، فإذا سمي فرقان لأنه فيه التفريق بين الحق والباطل، فيه التفريق بين الحق والباطل. وأنزل الفرقان: إن الذين كفروا بآيات الله، إن الذين كفروا بآيات الله. الآية وجاء تكرار هذه الكلمة في القرآن كثيراً، جاء تكرار الآية في القرآن كثيراً، فبلغ عدد ورودها 375 موضعاً في القرآن ذكر فيه لفظ الآية، 3/4 هذه المواضع في القرآن المكي. والآية في القرآن يصنف موردها على 3 أصناف: إما الآية تأتي في القرآن ويراد بها الآية الكونية، والثانية تأتي الآية في القرآن ويراد بها الآية أي المعجزة للنبي الدالة على صدقه، والثالث يأتي لفظ الآية والمراد به الآية بمعنى الجزء من السورة. فإذا هذه 3 أمور: يأتي لفظ الآية في القرآن فإما أن يقصد به الآية الكونية أو المعجزة للنبي أو الجزء من السورة المعروف الذي هو الآية. الآية الكونية وظيفتها في القرآن، جيء بها في القرآن لتكون وظيفتها بيان الحق، بيان الحق إما تفصيلاً أو إجمالاً، ولأخذ العبرة. إذن الآية الكونية وظيفتها ما هي؟ إما بيان الحق على صورة الإجمال أو التفصيل، أو أخذ العبرة. طيب الآية الإعجازية الأمر فيها واضح وهي بيان صدق الرسول،
فيبعث الله آية يجريها كما ذكر الله عن آيات موسى العشر لتدل على ماذا؟ على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الآية الإعجازية. طيب الآية القرآنية ما هي وظيفتها؟ وظيفتها إحداث التأثير في نفس القارئ أو المستمع، إما بالوجل أو الاطمئنان، بالوجل أو الاطمئنان. إذن هذه وظائف الآيات حسب ما جاء في القرآن. الانتفاع بالآية له شروط، والشروط وانتفاء موانع. فما هي الشروط المطلوبة للانتفاع بآيات القرآن؟ ما هي الشروط المطلوبة للانتفاع بآيات القرآن؟ برصد ذلك في الكتاب العزيز. فإن الشروط المطلوبة للانتفاع بالآيات التي وردت في القرآن: أولا العقل، ففاقد العقل لا ينتفع بآيات القرآن. العقل: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اثنين العلم، وما يعقلها إلا العالمون. ثلاثة الفقه، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. أربعة التفكر والفكر، لآيات لقوم يتفكرون. أيضا من الشروط التي يتحقق بها الانتفاع بالآيات الإيمان والتقوى، فهذه شروط لا بد منها، فإذا فقد الإيمان لا انتفاع بالآيات، وإذا عدمت التقوى لا انتفاع بالآيات. وهناك أيضا شروط أخلاقية: الصبر، الشكر، من الأمور التي بوجودها ينتفع الإنسان بآيات القرآن، وبدونها لا يتحقق الانتفاع. موانع الانتفاع بالآيات: أعظم شيء الكفر، ثم أيضا التكذيب، ثم الغفلة، التلهي بالدنيا. هذه موانع الانتفاع بالآيات. فإذا هناك شروط للانتفاع بآيات القرآن، وهناك أمور أيضا لا بد أن تنتفي حتى يكون الانتفاع بآيات القرآن. فيقول الله عز وجل: إن الذين كفروا بآيات الله، وكلمة هنا آيات الله سوف يدخل ماذا؟ كل الأصناف الثلاثة، سواء كانت آية كونية أو آية إعجازية أو آية قرآنية. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. الإشكال، كل الإشكال، عندما يسمع الإنسان آيات القرآن ولا يكون عنده ذاك الشعور اليقيني بتلك الكلمات التي جاءت في القرآن. فإذا قال الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد، فمن الذي سيتحمل عذاب الله أنه عذاب الله؟ ومن الذي يتحمل عذاب الله الذي قال الله جل جلاله بأنه شديد؟ ومن ثم من الذي يتجرأ على الكفر بآيات الله؟ لو هو تلقى هذه الكلمات بحقها من اليقين، هل يخطر بباله أن يكفر بآيات الله أو أن يتجرأ على العبث بآيات الله؟ وكيف ينظر
إلى من كفر بآيات الله، فهو من جهة ينظر على أنه ابتلي بشيء فإنه يخشى أن يؤثر عليه ما هو فيه، فلذلك يفر عنه ويبتعد منه ولا يتمنى أن يفعل مثل فعله، ولا يجد في نفسه ميل أبداً إلى ما يفعله ذاك الذي كفر بآيات الله. وهذا من نظرة، وله نظرة أخرى وهو يتصور ذاك الإنسان وقد تحقق فيه وعد الله وأنه بضعفه لا يطيق تحمل ذلك، فترق عاطفته فيسعى لإصلاحه وإنقاذه وإخراجه مما هو فيه. فالأول يكون حصناً حتى لا يتأسى ويفعل مثله، والثاني يكون دافعاً للشفقة والرحمة حتى يدعوه لينقذه مما هو فيه من الباطل. وهكذا دائماً ينظر المؤمن إلى من كفر بالله، والجمع بين النظرتين أكمل ما يكون في حق المؤمن. إذن الأول نظر ماذا؟ نظر احتقار، ليكون ثمرته ما هي؟ عدم الإغراء بما هو فيه والتأثر بحاله، فلذلك يشعر بالبعد وبالزهد مما هو فيه. هذا الجانب الأول. النظرة الثانية وهي نظرة ماذا؟ نظرة الإشفاق عليه عندما يتفكر بأن الله قوله الحق ووعده الصدق، وأن هذا الإنسان لو استمر على كفره سيكون مآله إلى النار. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما مررت بقبر مشرك فقل بشرك الله بالنار يا كافر. فإذا عندما يتفكر الإنسان في هذا المعنى وأن هذا الإنسان حي وأن الذي أغراه بذلك عدوه وعدوك أنت إبليس، فتأخذك عاطفة الشفقة فلذلك تتجه إليه بالنصح لإخراجه مما هو فيه من الباطل. وهذا أكمل ما تكون نظرة المؤمن نحو من كفر بالله ما دام حيا. إذن نظرة الفرح بأن الله ما أوقعك فيما هو فيه، نظرة كذلك الانتقاص لأن ما هو فيه لا يستحق إلا مكان النقص وليس العزة والشرف. إذن هذا الجانب الأول، ليبقى هناك فاصل فيما بينك وبينه في من حيث الأفعال. ثم النظرة الثانية نظرة المآل، بأنه إن بقي على ذلك سيؤول إلى النار وهو لا يطيقها، وأنه الآن هو يجهل هذه العاقبة، فلذلك هل تكون سبباً في إنقاذه من النار؟ فيدعوك ذلك إلى أن تدعوه وإلى أن تدعو له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ويدعو لهم، يدعو قومه في النهار وهو يجتهد في أن يردهم إلى الحق، ويدعو لهم إذا جن الليل: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وينظر لهم من جهة ثانية على أنهم إن بقوا على ذلك حطب جهنم، فلذلك لا يغتر بأعمالهم ولا تميل نفسه إلى ما يفعلون، فلذلك يترفع عن أعمالهم ولا يرضاها لنفسه. واضح؟ فلذلك هذه أكمل ما تكون النظرة لهؤلاء الناس بهذا الجمع بين الأمرين، ولا يجمع ذلك إلا مؤمن وفقه الله عز وجل، فلذلك هو يتعامل بهذين الأمرين. فيقول الله: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، ثم
ما هو الذي يملأ قلب العبد يقينية بأن هذا حق وبأنه سيكون وأنه لا يتخلف وأنه لن يستطيع هؤلاء الفرار؟ أن الله عز وجل أخبر أنه عزيز ذو انتقام، فهو عزيز لا يغلب ولا يعجزه شيء، وأنه ذو انتقام ينتقم ممن خالف أمره بعد أن قامت الحجة عليه. فهذا هذه الخاتمة بالنسبة للمؤمن هي تثبته على الحق وتحذره أن يفعل كما فعل من كفر، وبالنسبة للكافر فإنها فيها ردع له علّه أن يعود إلى الحق. فإذن هذه الآية الكريمة وما قبلها دلت عليها، أو هذه ما تضمنته هذه المعاني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالعلم النافع، وأن يجعل ألسنتنا قائلة بالحق ناطقة به، وأن يجعل أعمالنا أعمال الخير، وأن يرزقنا الصدق في ذلك كله. ونسأله عز وجل أن يحفظ نفوسنا وأن يزكيها، وأن يحفظ قلوبنا وعقولنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا بالصالحات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.